في مثلا نوعين لاوروبا. كبار، اه نوعين بالظبط. كبار، النوعين الاساسيين الكبار، نوع دي نتيجه الكحوليات بنسميه الكحوليك فاتي ليفر، وفي نوع تاني قالوا مش نتيجه الكحوليات، نان الكحوليك. الالكحوليك منتشر اكتر في الدول الغربيه، في امريكا والدول الاوروبيه، لانه اكسس ده هو بيكونسيوم، بيستهلك كحوليات كل يوم، لازم يكون حاجة كتيرة زي ما بنحكي على برضو الرياضة، لازم يكون حاجة متكررة وكتيرة عشان يؤدي في الآخر إلى ترسبات دهون على الكبد. فده مش سيكتور، ده مش عندنا قوي في مصر. احنا عندنا النان الكوهوليك اللي هو النافلد، نان الكوهوليك كرونيك ليفر ديز او فاتي ليفر ديزيز، ده اللي احنا عندنا اكتر، اللي بحكي لك عليه ان من كل ثلاثة ممكن تلاقي واحد، تلاقي شخص ومن كل 10 ممكن تلاقي اطفال. ده مش الكوهوليك خالص، لكن اللي بيسببه ممكن يكون جينات، هو في المنطقه وقع في المنطقه الميديترينيه المعرضه اكتر، ممكن يكون كوليسترول، اكل طبعا وكوليسترول ودهون ثلاثيه عاليه، ممكن يكون سكر من النوع الثاني، ممكن تكون سيدنتري لايف ان هو حياته زي ما قلنا ما فيهاش رياضه خالص، مفيش اي نوع من الرياضه، احنا بناكل وبنقعد فما بنحرقش. فزي ما الدهون بتتكون في جسمنا كلها بتروح جزء منها في عضو مهم زي الكبد تبتدي تتراكم فيه. وفي ناس كتير جدا نقعد نسيرش عن اسباب ما نلاقيش، يعني في بيرسنت حوالي مثلا 20% انت تدوري على ايه السبب، لا هو جينيتكس ولا ما فيش سبب يقول هو ليه عنده دهون على الكبد. ففي نسبه ما زالت اندر ريسيرش في الابحاث بندور عليها ايه الاسباب. انا اللي خليني اسال ده يا دكتور عشان احنا انا عارفه ان في الوطن العربي وفي زي حضرتك بتقولي في المحيط بتاعنا ان في الكبد الدهني ابتدى يبقى منتشر جدا، وده اللي هيخليني ساعات بتجيلنا اتصالات الامهات بتيجي تقول انا ابني ما بياكلش حاجه غير حلويات، انا ابني ما بيشربش حاجه غير مياه غازيه وبيتنطط وبيلعب، طب ازاي جاله كبد دهني وهو كده؟ طب ما انت اديتي له كم سكريات عاليه. او في امهات تقول ايه، طب انا ابني ما بيحبش غير المكرونه والحاجات اللي هي المقليه، طب ما هو ده برضو حاجات. فساعات احنا الثقافه بتاعتنا التغذيه بتاعتنا لازم تتغير، وده اللي احنا يعني عايزه بقى حضرتك تشرحي لنا اكتر، يا ترى فعلا دي ليها عوامل بتساعد ان الاطفال اللي هم الصغيرين اللي بيجوا لحضرتك العياده اللي انت بتبقي مستغربه قد ايه هم عندهم كبد دهني يبقى اساسا من التغذيه الغلط؟ اكيد زي ما اتفقنا، طبعا ارجعي ورا كده 20 30 سنه قد ايه احنا كنا بناكل بره، قد ايه كان في حاجه اسمها فاست فود، كانش الكلام ده، ما كانش فيه، كانش الكلام ده موجود. فطبعا دلوقتي احنا داخلين على او دخلنا على مرحله ان هي في الثمانينات يا دكتور اللي ظهر فيها الاكل بره البيت، وكمان برضو المرحله دي ما تنسيش فكره الدهون المهدرجه اللي دخلت، الدهون النباتيه المهدرجه اللي هو ابتدينا نستعيد عن الحاجات الناتشرال اللي جاي من الحيوانات زي السمنه البلدي والزبده والقشطه، ابتدينا نستعيد عنها بسمنه صناعي او سمنه دهنيه مهدرجه او زيوت حولناها الى دهون. كل الحاجات اللي البروسيسنج ده او اللي اتلعب في الطبيعه وابتدت تطلع لنا منتجات من الشحم او الدهون اللي الجسم مش عارف يتعرف عليها، اصبحت دي بالنسبه للكبد شيء غريب بالنسبه له. فبرضو احنا بنتكلم على اكل مش صحي، لكن كمان اللي بيتعمل بيه الاكل المتوافر اصبح الماده نفسها الشحوم اللي هي بتتحط في الاكل مش صحيه. النهارده احنا بنرجع ننصح تاني مريان بايه؟ ان احنا نرجع للسمنه البلدي وللزبده اللي هي 100% حيواني. بنرجع بنقول الناس كتير تقول لي القشطه، لا طب القشطه بكميات قليله، طبعا دي حاجه مفيده جدا للبشره. يعني انا عايزه اقول لك ال- 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 الناس اللي جاي عندنا مشاكل من البشره في البنات، احنا ارجعوا تاني القشطه دي شيء مهم جدا لانها فيها فيتامينات رهيبه للبشره. بياخدوا بدلها الزبادي اليوناني يا دكتور. بالظبط. لكن لو ترجعي للزبادي اليوناني يوناني هو اصله يعني اكنه اللي هو زي الحاجات اللي هي اللبناني اللبنه والحاجات دي. كل ما هو الحاجات الناتشرال الطبيعيه بكميات قليله لما بنعرف قيمتها بنعرف ان هي صح.